هذا المؤتمر يعتبر بالفعل إضاءة حديثة لتاريخ وللتراث في ضمير الشيخ زايد ونفسه ودمه حتى أيضا، لأن التراث كان جزء من شخصيته على فكرة، كما ذكرت منذ أن كان فتى صغيرا في العين ويصطاد الغزلان أو الريمز بالبندقية وتوقف عنها عندما لاحظ أنه يقضي على جزء من تراثنا وهو الريم وتوقف. بالنسبة تعلم أيضا فيما بعد ركوب الخيل، تعلم الهجن، كان أبناؤه نقطة أيضا لم يسمع كثيرون، يدرب أبناؤه على ركوب الخيل أو الهجن من العين لأبو ظبي مثلا، لأنه نشأ هو على حب الخيل والهجن وعلى فيما بعد الصيد بالصقور، ورحلاته إلى الصيد بالصقور بالنسبة له كانت رياضة تاريخية وتراث فعلا، إلا أنها أيضا كانت رحلات اجتماعية يلتقي فيها مع إخوان المواطنين كأصدقاء، يتزول المسميات لا حاكم ولا محكومين. الشيء الثاني رحمه الله لكونه شاعرا نبطيا فارسا في الشعر، اهتم بالشعراء، كنا نقدم بطلبات من مجلس الشعراء أسبوعيا في على الهواء حوالي 20-30 شاعر في التلفزيون، كنا أيضا لوحة شعبية أخرى تراثية المالد في كل جمعة على الهواء بطلب منه، فكان حريص جدا جدا على إحياء وعلى صون هذا التراث لأنه كان في جذوره تماما كما نرى الآن في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في حرصهما على صون هذا التراث. نعم، المؤتمر طبعا له أهمية كبيرة في أولا استفادة من تجارب الباحثين في التراث والدكاترة المؤرخين، استفيد منهم الجيل الجديد، يعطون التجارب التي قاموا بها في المحافظة على التراث، كذلك تعليم الناس بجهود الشيخ زايد في المحافظة على تراث المنطقة، حتى يرى الجيل الجديد هذا الجهد الكبير الذي قام به الشيخ زايد فيستمروا على هذا النهج ويحافظوا على تراثهم.